نعم نضال، يعني زيارة من وفد حركة حماس برئاسة خليل الحي القيادي في الحركة وعدد آخر من قيادات مكتبها السياسي إلى القاهرة في إطار جولات التفاوض المتعددة والتي دارت خلال الأشهر الماضية. لكن الجديد في هذه الزيارة هي أنها تبحث مقترحا مصريا تمت صياغته الأسبوع الماضي ونوقش بشكل مفصل مع وفد إسرائيلي زار القاهرة الأربعاء وضم رئيس الشباك ورئيس الأركان، وتلا ذلك زيارة لوفد أمني مصري من المخابرات المصرية إلى إسرائيل لمناقشات مفصلة وصياغة تعديلات مع الجانب الإسرائيلي. وتم تقديم هذا المقترح لحركة حماس التي تسلمته مساء السبت الماضي، ويزور وفد الحركة القاهرة لمناقشة تفاصيل هذا المقترح. ما نعلمه حتى الآن من المصادر المصرية هو أن القاهرة اقترحت تعديلات فنية على بعض البنود لتجاوز النقاط الخلافية التي حالت دون إعلان اتفاق الهدنة خلال الفترة الماضية. المقترحات المصرية بالأساس تنصب على هدنة إنسانية أو تتمحور حول إقرار هدنة إنسانية مؤقتة، وخلال فترة الهدنة تدخل الأطراف بمشاركة الوسطاء الرئيسيين وهم القاهرة والدوحة وواشنطن لإقرار وقف دائم لإطلاق النار. المصادر المصرية هنا تعتقد أو المفاوض المصري يعتقدون بأن إقرار أي هدنة إنسانية أيا كان وقتها هو في النهاية ينصب لصالح الهدف الذي تحاول القاهرة الوصول إليه، وهو منع أي عملية عسكرية في رفح وزيادة نفاذ ودخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع. التعديلات المصرية تتمحور أيضا حول فترة هذه الهدنة وعدد الأسرى أو المحتجزين الذين سيخرج عنهم من داخل قطاع غزة، ومن سيقابلهم من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وإن كانت أيضا القاهرة أو المفاوض المصري قد ركز على طبيعة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، هناك العديد من النقاط التي تثار الأسئلة حولها وعما إذا كانت ستنجح القاهرة في هذه الجولة في حلحلتها، وعلى رأسها بالطبع الانسحاب الإسرائيلي من محور أو من طريق نتساريم وأيضا من المنطقة العازلة وأيضا من المدن الفلسطينية في قطاع غزة خلال فترة الهدنة، وأيضا الضمانات التي كانت تطلبها حماس وتصر عليها خلال الفترات السابقة، وهي ضمان وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وألا يستأنف العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد انتهاء فترة الهدنة كما حدث في الهدنة السابقة. بشكل عام المصادر المصرية التي تحدثنا إليها تشعر ببعض التفاؤل استنادا على مرونة أبدتها إسرائيل خلال هذه الجولة، وأيضا مرونة من جانب حركة حماس. ويعني كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن وفدا إسرائيليا ربما يزور القاهرة غدا لاستكمال بقية هذه المفاوضات استنادا على مخرجات هذا اليوم بين الوفد الأمني المصري أو المسؤولين الأمنيين المصريين ووفد حركة حماس. أريد أن أشير إلى أن اليوم مسؤولين مصريين أعلنوا أنه بداية من الأسبوع المقبل سيكون هناك زيادة في أعداد الشاحنات التي تعبر من مصر إلى قطاع غزة، وهذا يتوافق مع أيضا ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية اليوم في منتدى دافوس في الرياض، وأيضا ما خرج من نتائج الاتصال الهاتفي الذي جرى بالأمس بين بايدن ونتنياهو.